هل بالفعل كنت قريب من تدريب أحد الأندية المصرية قبل تدريب برشلونة؟ Sí, es cierto. Es cierto que estuve a كنت punto, قريبا للغاية، al final no se concretó, ولكن الأمور لم تتم في النهاية. sí que ولكن نعم، hubo, كان creo que hubo أعتقد posibilidades أنه de ir, كانت ¿no? هناك Yo إمكانية simplemente للذهاب hablé إلى مصر. con alguna gente كان y هناك esa حديث مع decisión أحد وكلاء que اللاعبين. tengo, ¿no? No hablé directamente con لم ellos, أتحدث بشكل pero مباشر مع النادي، creo que estaban كان las مع cosas muy وكيل cerca. اللاعبين. No هذا pudo ser كانت y الأمور hablé con قريبة Barcelona. للغاية. نعم، أنت على حق قبل أن أنتقل إلى برشلونة. هل تتذكر اسم النادي؟ mejor no. أفضل لا، أفضل عدم الحديث عن اسم النادي. طيب، Igual, ما مدى prefiero no. معرفتك لكرة القدم المصرية والأندية المصرية؟ Bueno, en esa época me estuve في informando تلك الفترة y sé que لم hay تكن cuatro o cinco هناك equipos الكثير que من tienen المعلومات، أربعة bastante أو nivel, خمسة أندية que tienen التي una تقدم liga que es مستويات bastante كبيرة. competitiva y الدوري que hay una تنافسي، gran afición كانت هناك por el fútbol. منافسة. أنا أتحدث عن Luego, كرة القدم desde aquí pues no tenemos والتنافسية la بين oportunidad de seguir هذه la liga الأندية. egipcia, ¿no? Salvo لسوء resultados y الحظ poco لا más. يمكنني متابعة Pero الدوري المصري esa بشكل مستمر، información me ولكن llegó cuando estuve عندما interesado en جاءتني هذه seguir المعلومة، interesado عندما كانت هناك en esta مفاوضات مع أحد posibilidad de الأندية que fuera allí, بالقدوم pero إلى مصر، realmente ولكن desconozco un poco حقيقة الأمر لا أعرف الكثير عن en profundidad كرة القدم la بشكل liga, ¿no? عميق عن الدوري المصري. على مجمل أعمالك وهذه المسيرة الطويلة، لو سألتك أفضل تجربة ليك، تجربة تدريبية، كانت مع فريق إيه؟ Bueno, yo creo que he أعتقد tenido muy أنني buenas etapas حظيت بفترات عديدة جيدة en los أثناء últimos مسيرتي años en كمدرب، el وبشكل Betis خاص estuve في السنوات الأخيرة مع jugando ريال muy بيتيس. bien. الأمور Primer كانت año جيدة للغاية. conseguimos العام entrar en Europa الأول después de استطعنا que أن año نتأهل anterior لأوروبا، el equipo وفي había العام estado التالي en posiciones الفريق كان في مراكز muy متقدمة، alejadas de los puestos de Europa. كان بعيدا عن En Las Palmas المقاعد también الأوروبية. وأيضا ما تجربتي مع estuve لاس bien. بالماس También الأمور كانت جيدة. conseguimos استطعنا أيضا recién con un equipo أن recién مع ascendido de فريق categoría ساعد pues حديثا jugar muy bien للليغا al fútbol أن نقدم كرة y sacar قدم buenos جميلة، نالت resultados. إعجاب الكثيرين ونقدم نتائج طيبة. Luego en ثم Villarreal مع فيا también ريال أيضا el primer año العام الأول، en circunstancias bastante بالنظر difíciles, después للظروف de que الصعبة salieron التي كانت entrenador تحيط Inezaguirre, بالنادي، pues conseguimos entrar en Europa, استطعنا أن نتأهل أيضا conseguimos لأوروبا، vender el club, vendió al final واستطعنا أن porque ننقل progresaron mucho algunos النادي إلى jugadores como نقلة كبيرة، Jackson, والنادي como استطاع أن يضم العديد من Pau Torres o اللاعبين مثل Samu Chikwueze, باو توريس jugadores وسامويل que تشيكويزي. le هناك generaron unas العديد من plusvalías اللاعبين al الذين equipo de más de خرجوا من هذا 100 النادي إلى y أكبر الأندية jugamos في además أوروبا، muy bien al fútbol, ¿no? وقدمنا Luego la أيضا siguiente كرة قدم temporada طيبة. empezamos ثم de في sexta, al principio empezamos mal الموسم الماضي التالي y el الأمور club لم decidió تكن que no continuase. بأفضل حال، ولهذا لم أست... اتفقنا على عدم الاستمرار. عايز أسألك على كأس أوروبا، بطولة اليورو القادمة، من في رأيك أبرز المرشحين للفوز بهذه البطولة؟ Bueno, siempre الحديث دائما es una إنها incógnita نظريات وتكهنات. poder valorar قد تقيم qué الأمور equipos في hay que qué البداية، أو equipos son تتحدث los que عن pueden نظريات llegar في كرة القدم أو المنتخبات. a ganar الأسماء التي esta أسمائها Eurocopa, ¿no? دائما Pero ما تكون podemos مرشحة contar con للقب، que, bueno, los ولكننا que están نستطيع أن siempre, نقول هناك دائما Alemania, ألمانيا España, وإسبانيا Inglaterra, وإنجلترا Francia, وفرنسا. hay selecciones هناك muy منتخبات fuertes, muy قوية poderosas, للغاية تمتلك إمكانيات aunque كبيرة son وتاريخ كبير. campeonatos que رغم se أن juegan مثل هذه en muchos البطولات momentos ya un أنت partido, salvo تتحدث عن Copa التفاصيل Provincial, الصغيرة،
قد تتغير الأمور في لحظة وكل هذه التوقعات تتغير، ولكني أثق أيضا في أن إسبانيا ستكون لها ستقدم بطولة كبيرة، وأتمنى أن تتوج باللقب في النهاية بكل تأكيد. سي. نعم. أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي من وجهة نظرك؟ Perdón. El mejor jugador del mundo actual. في العالم في الوقت الحالي. Pues bueno, es difícil determinar. الأمر صعب أن أحدد من أفضل لاعب في العالم. لأن البعض يقوم بالتركيز على من يقوم بتسجيل أهداف أكثر أو من يمتلك مهارات أكبر، ولكن اللاعب الاستثنائي الذي يعجبني كثيرا رودري في مانشستر سيتي، ويلعب في مركز في نفس المركز الذي كنت ألعب عندما كنت أنا لاعب. هذا اللاعب يقدم مستوى كبير ويقدم أداء استثنائي ويسجل الأهداف. هناك لاعبين يمتلكون إمكانيات كبيرة مثل مبابي أو هالاند، لا أعلم، هناك العديد من اللاعبين الجيدين للغاية وكل منهم في مركزه. ده على مستوى الوقت الحالي. ماذا على مر التاريخ؟ أكتر لعيب شايفه هو الأفضل على مر التاريخ، أكتر لاعب حبيته على مر التاريخ؟ بالنسبة لي أعتقد أنه ليو ميسي بدون أدنى شك، لأنه كان لاعب يتعلق عينه بك عندما تشاهده في التلفزيون أو تشاهده من الملعب. لقد قدم كرات ومهارات كبيرة داخل الملعب. أنت تتحدث عن موهبة استثنائية، واستطاع أيضا أن يحافظ على أمر مهم جدا للغاية في كرة القدم، الاستمرارية. هناك أيضا مارادونا ويوهان كرويف، أنت تتحدث عن لاعبين استثنائيين، ولكن ميسي قدم أشياء عظيمة لكرة القدم بالنسبة لي، ولهذا سأضعه اللاعب الأفضل في العالم وفي التاريخ. كريستيان المدير الفني الأسبق لنادي برشلونة، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 عبر زوم. بشكرك شكرا جزيلا.